تدخلش ما تدخلش ما تدخل ما تدخلش ما تدخلش ما تدخلش ما تدخلش ما تدخلش ما تدخلش ما اوعى تدخل ما تدخلش بقول وز ما يخافش الا من الغشيم الغشيم يعني يا هموتك يا هيجنوك تقتله يلا صاحبي يلا قلب له نور يا اسطى قلب له نور يمكن حلو جميل كسبنا جميل ايوه يا زميلي اللي بعده الحمد لله الكوتة التانية في كام يا صاحبي 230 ايوه 230 يا زميلي 230 يا زميلي ايوه يا زميلي ايوه يا زميلي بص يا صاحبي التقرير ده بيقول يا صاحبي بيقول لي اللي هو ما خيبش ظن فيك يا صاحبي تمام ايوه انا راجل جدع والخبر الحلو يا اسطى انه ما خيبش ظن فيك يا اسطى خبر الوحش يا اسطى ان ظن فيك ما كانش جاي يا اسطى انا شايف اسمك في فاشلين طب انت عمال انت اللي جابنا هنا يا اسطى يعني انت مش لاقي انت يا زين ما اخترت يا زين ما اخترت يلا يلا يا اسطى يلا يلا ايه بس بطبط. يلا ايه بس حسبي الله انا عارفك بتحب المكان ده عشان كده جبتك اصلا بتر بتر رتر 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 بتر بيشد دم التختر وز يا صح انا لقيت بقى الحمد لله يا الحمد لله يلا الحمد لله هو فاكر ساعة ما كنت بقول لك يا اسطى ما تمسكش حاجة معدن تمام لقيت بقى وز احنا بنعمل ايه بقى في الحالات دي اللي بعده يا صح ودينا في حته حلوه بقى عشان انا يلا صديقي يا اسطى انت اي رحله بتروحها يا اسطى بتخصم منك على طول ايام يا اسطى ربت ت ت ربت ت تيرات رات تيري بيتي شوم تيري بيتي والله غريب هاي المبنى اسمعني حول اسمعك بوضوح انا بالداخل انا ايضا داخل اهوت وز ما يخافش الا من الغشيم الغشيم يعني يا هموتك يا هيجنوك تقتله طب يلا صاحبي كوكب اللي بعده صح اي مدخل تاني لا نشوف مدخل تاني عادي 5 minutes later تسمعني حول لقيت مدخل تاني ابو الصحاب انتحت دلوقتي فرجعت في الكلام بص يا اسطى انا اخش من هنا وخلاص يا اسطى امر الله لو انا مت بقى بقى ايه اتكل انت على الله واقف عند الباب يا اسطى بس الحمد لله تقريبا مش شايفني وانا قفلت الباب بتاعه وهحاول اتحرك انا ماشي انا تبعك من السفينه تبعني من السفينه يا اسطى وز انت فين يا اسطى سايب لك اللوت قدام الباب يا اسطى هاخده خد يا اسطى اللوت عشان راح اجيب الحته اللي وقعت مني ديت وراجع انا كمان يعني ايه الساعة 5:30 يا ابو الصحاب؟ يعني السفينة بتمشي يا اسطى بعد شوية يا اسطى تعالى يا اسطى لا السفينة بتمشي لما انا بموت انا اللي بعمل لها بتخليها تمشي بدري بس انا اللي بعملها طب يا اسطى في حيوانات بتظهر بالليل بس تحبوا كده؟ هدوبك كده حطلنا الناس معانا السلام عليكم بص لو عايش اعمل اي اشارة لسه عايش يا اسطى ايه ده كنت لسه ما ينفعش يموت بقى الحاجه وتعالى عشان انا تو لما تيجي بقول لي اي حاجه انا لسه عايش يا اسطى بس انا احتمال اموت يا اسطى في وحوش هنا كتير حواليا يا اسطى هو مفيش اي حاجه حواليك قدام على السكرين يا جدع انت فين اهو طب الصحاب تعالى انت فين بنور لك اهو اجري يا اسطى تعالى يا اسطى في ايتم يا اسطى هناك يا اسطى ساعد يا اسطى ايتم ولا حياتك يا وز
طب ايه يا اسطى ما تلندنا يا اسطى؟ مش عايز تلندنا ليه يا اسطى؟ هنجرب بقى اللي انا قلت لك عليه. ها جرب صح، لو نفعت هتبقى ضرب بوم قوي بصراحه. ممكن يكون بيحاول التاني يا اسطى فلوس لينا، مش عارف، لان احنا بناخد فلوس برضو. احنا بناخد يا اسطى بس ما بناخدش حاجه. فلوس بتاعت الكمبيوتر يا اسطى. صح انا بقول كده، اللي هو يعني هو اكيد مش 47 صح، جاب لك 36، يعني التسعه دول بيقولنا يا اسطى. لا ما هو ال 36 دول اصلا يعني 28 جالنا 21، يعني في سبعه هم الفرق دول هيبقوا على الكمبيوتر المفروض. استنى كده يا عم يا اسطى، لا اللي احنا بعناهم بكام دلوقتي؟ 21 و6 و ماشي. ولا طلعنا يا اسطى. احنا هنعرف بقى نجيب الرقم ده؟ يعني احنا نعرف نجيب 200 مثلا الرقم ده؟ بص يا بص، هو ايه اللي هيحصل يعني؟ ده؟ ايه اللي هيحصل؟ ودي في يوم واحد نروح الاسورانس ولا داين؟ اي حاجه يا اسطى مش تفرق كتير يا اسطى. خلاص يا اسطى ما عادش الا المون دوت وجي جي ايزي جيم ايزي لايف. انا اترفد من الشركه اول مره يعني، ما احنا متعودين يا اسطى. مش هنترفد يا اسطى، احنا خلاص يا اسطى بقينا جامدين جدا يا اسطى. وي لاف ذا كومباني. افتح لي بس الكام ذا كومباني. وش هتجيبك؟ فاير اكزيت دوت يا اسطى. ايه حلو جميل. وي لاف في ايتم هناك اهو. أم النطة ديت بقى اللي هتقرفني دي. وز الله يا صاحبي. ايه يا صاحبي؟ أنا لقيت البتاع اللي بيعمل أنا بقى نسراوه؟ لا ما مش سراوش يا صاحبي. تأكد؟ يا اسطى ده فتح لي بابين يا اسطى ناحيته يا اسطى، شكله مغري. وز أنت عايش؟ وز سلطان. انا عايش يا اسطى بس شايل ايتم يا اسطى، وفي ايتم تاني سبته. انا عند الفاير اكزيت. ازيك يا جميل، انت في ايه ده؟ انت عايز نعمل ايه بقى؟ بص يا اسطى انا دايما لما اجي انط النطه ديت بيحصل لي حاجه، فانا ايه امشي انا بعرف انطها. اي يعني اعمل ايه الوقت انط ازاي؟ طيب يا اسطى انا كل مره بموت في الحته دي. صاحبي هو في حاجه يا اسطى، في وحش او حاجه؟ خدت بالك منه؟ ما انا شفته. شفت حاجه؟ هو هنا فوق. هو عند الفاير اكزيت يا اسطى. خلاص مش مشكله، مش رايح للفاير اكزيت دلوقتي. ازيك يا صاحبي؟ ازيك يا صاحبي؟ ايه انا عايز تيجي يا صاحبي؟ انت فين الايتم اللي انت مش عارف تاخده يا اسطى؟ تيجي يا اسطى عشان عايز انط النطه دي. ديلي ماشي اوكي. ثانيه بس انا عايز اي حاجه. وز انت عايش؟ وز لو عايش قول بم، وكده مات صح؟ مش محتاجة حاجة يعني. وز انت عايش؟ تاني معلش جاهزين؟ نشوف عارف ينط النط ده ولا لا. جاهزين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي شكلها سهلة بس مش عارف ايه. ايه ده؟ بس 200 دي كتير قوي يا اسطى، نجيب لهم 200 منين؟ ده انت شركة نصاب. الحاجات دي متساواش حاجة يا اسطى، احنا بعاد قوي. طب بص هو كده كده انا ميت، فيعني نشوف كده بتقول ايه يعني. A few moments later. بس بقى ما كده مش هضحك اتحرك حد، طالما انا كده كده ميت اموت مع الشركة احسن. فاكر النطة يا اسطى؟ هو انت قلت ازاي يا اسطى؟ انا مرزة يا اسطى والله. لا هو انت عامة طول ما انت شايل ويت كبير عندي فوبيا يا اسطى من النطة ديت يا اسطى والله. حاجة منتهى الضحك يا اسطى. طول ما انت شايل ويت كبير تقريبا ما بتقدرش هو ده مبنى الشركة يا اسطى؟ خد بالك انت مبنى الشركة يا اسطى عامل ازاي؟ ده هو لوحده مخي، ما ينفعش نيجي نسرقه ده. نسرقه فين؟ هو في دخل اصلا؟ شال حته شباك بس. طب الصحاب يا
هو ايه بقى اشترى باع؟ ما اخدش حاجة يا اسطى. استنى اقلب له نور تاني. يا اسطى هياخد الكشاف يا اسطى، حطيت الكشاف من غير قصد. راح الكشاف خلاص يا اسطى، راح الكشاف. خد الكشاف يا الكشاف بتاعي لو سمحت. كشاف يا نجم يا اسطى، انتوا خدتوا كشاف. يلا يا صاحبي احنا اول ما هندوس فلايت هناخد على حقنا. نعمل ايه يا اسطى؟ طيب ما احنا مع هي هي كده الدنيا ماشيه كده يا صاحبي. اهم حاجه ان احنا مبسوطين. ايه لا ذا كومباني، ايه ذا كومباني، ايه ذا كومباني، ايه وي لاف ذا كومباني. يلا مش مشكله company. اي حاجه تانية سهله، اي حاجه سهله. اي حاجة. شكليات يا صاحبي شكليات. مش يا اسطى ولا بنخاف يا اسطى ولا اي حاجه. ولا بنخاف يا صاحبي.